وكل الستيك هولدرز اللي مشتركين معانا في تفعيل المبادره وتوصيلها والاهداف اللي محطوطه والكي بي ايز اللي محطوطه لتوصيل هذه المبادره، والتزام الشركات من القطاع الخاص سواء من الجمعيه عندنا او الشركات الاخرى اللي بتحاول تفهم الموضوع اكتر وتتعامل فيه اكتر وتبتدي تشتغل فيه. ورئاسة الوزراء ما كان عندنا اجتماع مع المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء حوالي شهرين، عرضنا كل ما توصلنا اليه في هذه المبادره، وتم ضم الجمعيه المصريه لشباب الاعمال للجنه العليا لمكافحه الفساد في مصر. فواضح ان الناس بتستجيب، وواضح ان في مقدره ان احنا نقدر نغير، وان شاء الله هنقدر نشتغل اكتر الفتره الجايه على المبادره دي. عايز اشكر زمايلي علي وكل الزملاء اللي موجودين في الجمعيه على المجهود الرائع اللي تم الفتره اللي فاتت. وطبعا احنا بنتشرف ان احنا موجودين هنا لسببين، اول حاجه المؤتمر اللي حضراتكم شرفينه واطلاق المبادره مع مجموعه من الشركات هنا في اسكندريه، والجزء الثاني ان احنا بصدد توقيع بروتوكول مع مكتبة اسكندرية نتشرف بإمضائه بعد شوية مع سيادة السفير علي ماهر لتنمية وتطوير العلاقة وكيفية الاستفادة والدعم من وإلى المكتبة والجمعية المصرية لشباب الأعمال. مش عايز أطيل على حضراتكم، بشكر حضراتكم جزيلا، واسمحوا لي أن أنا أطلب من سيادة السفير علي ماهر أن يلقي كلمة افتتاحية دي. السيد حسام فريد رئيس جمعية شباب رجال الأعمال، السادة والسيدة الأناصر العامين للدول الصديقة، بخالص التقدير أنتم أيها شباب رجال الأعمال، شباب المستقبل الذي تعول عليه مصر للنهوض بمستقبلها الاقتصادي والاجتماعي. مكافحة الفساد معركة ضخمة وخطيرة ومهمة، وعلاوة على الجانب الأخلاقي فإن الفساد يعتبر مرض. سيداتي سادتي، إن تحديات الفساد في مصر وفي جميع البلدان لا يمكن معالجتها بشكل فردي ولا بعمل مجموعة واحدة أو شركة واحدة أو حكومة واحدة، ولكن يجب مواجهة هذا الداء بشكل جماعي وبشجاعة. وغني عن القول أن الشركات التي تقاوم الممارسات الفاسدة مثل دفع الرشاوي وغيره تجد نفسها في موضع سلبي تجاه أولئك الذين يستجيبون لعروض الفساد. ولذلك فإن السلطات العامة تتحمل مسؤولية كبيرة لتنظيم السوق والإشراف على المعاملات لضمان احترام الأخلاق، ولكن أولا وقبل كل شيء نحن بحاجة إلى قانون مكافحة فساد صارم، وأن يكون للسلطات العامة أولوية كبيرة في وضع هذا القانون موضع التنفيذ. To say, am I going to be able to plan on a fairly robust basis for at least perhaps the next couple of years? Otherwise, why am I going to invest? And if you go then to the opposite end of the scale, to businesses which are investing, let's say, in oil exploration. I mean, there they have to think in terms of about 20 years. And so they're looking at the planability, the predictability of the environment for much longer term. And what corruption does in society, it undermines that clear time frame for the future that you need to be able to plan in business. So one of the reasons why we must tackle corruption, at least corruption at the level where it most impinges upon what business is doing, is so that business can plan and business can be successful. So from a business point of view, to be able to deal with some of the most obvious signs of corruption, which is usually a very cumbersome public sector civil service organization, where to overcome delays, the temptation is always to make small payments to speed up what it is you need as a business person. And that is, I know it's all difficult, all reform is difficult, but some of these changes in administrative procedures are much easier to deal with than some of the mentality changes that are necessary when dealing with bribery and corruption. And so, if you have an environment which is fairly corrupt, for business,
that increases the cost of operations, it makes it difficult to plan, and in the worst cases where you're bidding perhaps for an important job and someone comes in. So the exciting aspect of the EJB initiative is that here is business saying we can't change the whole of Egyptian society. We can't influence all of Egyptian politics in the way that we might like to from a very ambitious perspective. But we can do things which will change the way that we in business operate with each other. And that is the exciting thing about this project. Because what we're actually saying is, once we can get larger businesses to work with smaller businesses in a positive way, and to give incentives to smaller businesses which are really meaningful for them, so that the problem, if you're in a small business, and many of you in this room I know have that background, you have the worst of both worlds. You can be subject to extortion by public servants in the various agencies and so on that you have to deal with, but even worse than that, you can be subject to extortion by larger businesses who say, if you want to supply your services or your goods to us, we want small bribes, or we want some kind of other recognition from you, which is difficult to give. So what smaller businesses suffer from, they need to be protected against, and larger businesses have a real obligation to help smaller businesses in that process. And the way they can do it is by saying to smaller businesses, if you sign up to something like the EJB pledge, where you say, we will no longer follow the simple course of always paying bribes, then we will be given advantages when we deal with the larger companies that have signed up to the same program. And what they can give you is a number of advantages. They can give you, first of all, preferred supplier status. So big companies these days, particularly international ones, when they're working with suppliers, they will go through a laborious, what we call due diligence process. So they will examine what standards you have, and they will want to visit you, they will want to investigate, they will want to interview both the owner and senior managers. And if you have pledged to follow the initiative here, then that need for that due diligence disappears. So it simplifies life for the big company, and it simplifies life obviously for the smaller company supplier. And when we look at the big companies, their tasks are huge. I mean, many large companies, and some are represented in this room, have hundreds of thousands of suppliers. So how are you going to do all the due diligence for all of those suppliers? So if you can cut back the amount of due diligence you have. سيداتي سادتي، إن تحديات الفساد في مصر وفي جميع البلدان لا يمكن معالجتها بشكل فردي ولا بعمل مجموعة واحدة أو شركة واحدة أو حكومة واحدة، ولكن يجب مواجهة هذا الداء بشكل جماعي وبشجاعة. وغني عن القول أن الشركات التي تقاوم الممارسات الفاسدة مثل دفع رشاوي وغيره تجد نفسها في موضع سلبي تجاه أولئك الذين يستجيبون لعروض الفساد. ولذلك فإن السلطات العامة تتحمل مسؤولية كبيرة لتنظيم السوق والإشراف على المعاملات لضمان عدم الفساد والمساواة بين الشركات بأسلوب أمين وبعيد عن الفساد. ونحن بحاجة إلى حكم رشيد، ونحن بحاجة إلى شفافية، ونحن بحاجة إلى احترام الأخلاق، ولكن أولاً وقبل كل شيء نحن بحاجة إلى قانون مكافحة الفساد صارم، وأن يكون للسلطات العامة أولوية كبيرة.
كبيرة في وضع هذا القانون موضع التنفيذ، ولكن إن كان للحكومات ووضع السياسات دور هام في مكافحة الفساد فإنه لا بد أن تساندها وتؤيدها وتعضدها مجتمعات رجال الأعمال. كل هذا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال المعرفة والفهم والتدريب وبناء الخطرات، حتى يمكن للشركات ورجال الأعمال أن يساهموا بفاعلية في حملة مكافحة الفساد. ولذلك فإنني أشعر بالارتياح التام إذا عقد جمعية شباب رجال الأعمال المصرية اليوم هذا المؤتمر الهام في مكتبة الإسكندرية تحت عنوان النزاهة في الأعمال، التعامل مع تحديات الفساد في مصر. وإنه لشرف لشرف لي أن أشارك في الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر، وأعبر لكم عن جميعا عن أشد تمنياتي بالنجاح بمعركتكم ضد الفساد. وأود أن أعبر عن إعجابي الشديد لهذا العمل الذي تقومون به، وهو عمل هام وخطير بالنسبة لمستقبل بلادنا. كما يسعدني أن أوقع نيابة عن مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور سراج الدين وبتفويض منه مذكرة تفاهم تكرس التعاون بين مكتبة الإسكندرية وجمعية شباب الأعمال. وأؤكد لكم أن مكتبة الإسكندرية تدعم وتعمل على زيادة أوجه التعاون مع جمعيتكم الموقرة لما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة. وفقكم الله. الموضوع رحلة، يعني الحاجة اللي بتواجهني دايما من الشركات، ولسه كنت بتكلم مع ناس فيها النهارده الصبح، ان هو طب انا في حاجات في الشغل بتاعي ماشية كده وبقالها سنين ماشية كده، همضي واقول ان انا مش يعني ازاي هتعهد بان انا التزم بكرة؟ فهي مش هتلتزم بكرة، هي رحلة من مجموعة خطوات على ثلاث مراحل. في مرحلة الاولى ان انا بحط السياسات واقول انا ناوي اعمل ايه وايه نوع الالتزام اللي انا عايز اعمله، وفي مرحلة تانية ببتدي اطبق وابص على دفاتري وابص على اوراقي وابص على تدريب موظفيني. فهي المرحلة الثالثة بتبص على التقييم، بقيم الشركة. احنا معانا مجموعة من البايلوت كومبانيز انضموا لينا من عدة اشهر، اقل من سنة بشوية يعني، ما زالوا في الرحلة. يعني ما حدش يقدر يقول انا خلصت واقدر اتقيم النهاردة ويتقال عليا ان انا 100% فري، او ان انا حاطط كل المعايير وحاطط كل البروسيسز الداخلية اللي تضمن ان انا ما اقعش في الفساد الا في الحدود الضيقه جدا، او الحدود اللي هي غصب عني، او مخالفه تبقى شخصيه، ما هياش حاجه، ما هياش سياسه شركه او طريقه شركه في تدوير اعمالها. ده الجزء الاول من المبادره. الجزء الثاني هو توفير الحوافز. يعني برضو احنا لازم نعترف بالوضع الحالي في مصر. الوضع الحالي في مصر ان انا في شركات كتيره وفي قطاعات كتيره تعمل في مصر، لو قلت لهم يا جماعه بكره بطلوا تدفعوا اي رشاوي او اي تسهيلات او اي فاسيليتيشن بيمنتس، اي يقعد في البيت، يعني يسرح موظفينه ويقعد في البيت. يمكن مش بكره، ممكن يقعد شهر شهرين لحد ما يخلص الكاش اللي معاه وبعدين يقعد في البيت. يعني فاحنا مدركين لهذا الوضع. فهي رحله هنبتدي نطبق حاجات معينه ونشيل حاجات لحد ما نوصل لوضع كويس، وفي نفس الوقت بنحاول نخلق بديل اقتصادي. يعني انت بتعمل الحاجات دي بتخسر شويه بيزنس، بتتاخر شويه في استلام حاجاتك، ممكن تدفع ارضيات في الجمرك زياده لان هو في نقطه زياده في ورقه فالراجل موقف لك عليها حاجتك، يا اما تديله حاجه. فالبديل ايه؟ ان انا اوفر حوافز. شركات كبيره كتيره مصريه وغير مصريه وانترناشنال عندها ميزانيات للسي اس ار، للمشاركة المجتمعية، وأنها تبقى مسؤولة بدل ما نعمل بيها دعاية في رمضان ممكن نعمل بيها دعم للشركات الأصغر حجما والأضعف واللي ما تقدرش تحط هذا المجهود وتستحمل الضغط ده، إن هي تطور نفسها وإن هي تلحق بالركب في تطبيق هذه المعايير. ممكن يعمل معاملة تفضيلية. أنا عندي سبلاي تشين، في شركات فعلا مئات الالاف من الشركات الصغيره عندهم في السبلاي تشين، انا لو اديت معامله تفضيليه للي مطبق هذه المعايير واللي بيتعمل له اوديتنج ومراجعه دوريه ان هو مطبق هذه المعايير وملتزم بيها، لو عملت له تفضيل ان هو يبقى عندي ان انا اشتري منه،
ديت في خطوه كبيره جدا يعني هتدعم هتخلي شركات كتيره جدا عايزه تطبق هذه المعايير ومستعده تستغنى عن الدخل او المردود اللي بيجي لها من حته تانية هي مضطره تدفع فيها رشوه او تعمل فيها عمل مخالف. مش بس الشركات، احنا عندنا اكبر مشتري في مصر هي الحكومه، ومش في مصر بس، ده في دول كتير. فاحنا بنشتغلنا على قانون البروكيورمنت، في امكانيه ان الدوله تعمل عمله تفضيليه للشركات اللي مطبقه معايير، ودي مش محتاجه يعني من الدوله حتى يعني مراجعه القوانين وتغيير طرق العمل، حاجات ممكن تاخد وقت طويل جدا، بس ان انا ادي معامله تفضيليه للناس مطبقه ومعمول لها اوديتنج وحمله سيرتيفيكيشن انها مطبقه المعايير دي قد تكون حاجه اسهل. بعد الحوافز الجزء الثالث اللي هو العمل الجماعي، مستر جيرمان بروكس ذكر العمل الجماعي، احنا هنا بندعو للعمل الجماعي. الجمعية رجال الاعمال هي عن is all about العمل الجماعي في 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 هنا في مكافحة الفساد وفي تشجيع حاجات اخرى والعمل على النهضة بالاقتصاد المصري عموما. فاحنا بنتكلم على العمل الجماعي. العمل الجماعي واي كوت مستر جيرمان بروكس، من الصعب قوي ان انا اقف لوحدي وابقى اقول ان انا هكافح الفساد ومش هدفع ومش هعمل، اما لما اكون مجموعه هقدر اعمل كده، وهقدر اعمل كده بطريقه افكتيف وهقدر اخد منها نتائج. ممكن نعمل مبادرات لتعزيز الشفافيه في كذا حاجه، ممكن نعمل ضغط لتحسين الاجراءات جوه الحكومه. احنا الشركات هي اللي بتتعامل وهي اللي شايفه، ممكن تكون الناس اللي على راس الحكومه عايزه تعمل تغيير، بس برضو على الارض اللي شايف واللي بيتعامل مع الشباك واللي بيروح واللي بيجي هو الشركه. فالتعاون ده بيننا وبين الحكومه والضغط لتغيير بعض الاجراءات ولتقليل البيروقراطيه يدعم بكثير محاربه الفساد في مصر. ده الشكل اللي احنا بنسعى ان احنا نوصله، ان هي الشبكه بتاعت النزاهه اللي تتكون من شركات وغير شركات وبتشتغل على الثلاث محاور اللي احنا ذكرناهم، وموجود فيها ايضا وممثل فيها المجتمع المدني والحكومه. تعاوننا مع المجتمع المدني برضو ومؤسسه ثقافيه كبيره زي مكتبه اسكندريه، دي حاجه تضيف، حاجه تدي كريديبيليتي. ما ينفعش المجتمع الاعمال يبقى هو اللي بيطلع الانيشيتيف وبيطلع المبادره وهو اللي بيعمل عليها وهو اللي بيديرها وهو اللي بيشرف عليها. ما بقت ملك مجتمع الاعمال فقط، والاندماج اللي احنا عايزين نعمله لوضع استراتيجيه تشمل الحكومه ومجتمع الاعمال والقطاع والمجتمع المدني غير حقيقي. يعني لازم احنا اصحاب الانيشيتيف واصحاب المبادره واحنا بنحاول نكبرها، بس لازم ينضم الينا ويبقى موجود وممثل في المبادره الثلاثة بيلرز دول. أنا دي ببساطة البرزنتيشن. أنا حابب أكتر أسمع أسئلة، فبرضو هفتح لو 10 دقايق الأسئلة. في بانل عندنا بعد التوك في الآخر مهمة جدا، اللي قاعدين في البانل شركات اشتغلت معنا وطبقت ومضت وعملت بعض التطبيق الداخلي، فبرضو أسئلتكم ليهم هتبقى مفيدة جدا للجميع. انا مبسوط جدا بوجودي جوه المكتبه، مبسوط جدا شاكر جدا المجهود اللي اتبذل من الجميع، خاصه فرع اسكندريه، شاكر جدا لمجهود المكتبه، ومبسوط جدا كمان ان انا معانا الشباب الصغيرين بتوع المدارس اللي هو يعني ممثلين، يعني التعليم اساس اي نهضه احنا نفسنا نشوفها في مصر. مبسوطين بيكم وشكرا. انا يعني لو حد عنده سؤال احب اخد الاسئله. يعني اتفضل. القضايا او ام القضايا في مصر تحقيق النهضه، الاول انا هدي اوفر فيو سريع كده، رؤيه عامه عن مشكله الفساد وتاثيرها، وهتكلم عن دور الشركه بتاعتنا في مساعده او مكافحه الفساد. طبعا كلنا نعلم بان في الطبيعي ان الفساد يعني هو تكلفه على اي مستثمر يحاول ان يتم عمليات الشركه بتاعته بنجاح. طب مما يضع او يضيع الاقتصاد او يقلل من فرص النمو في اي اقتصاد.
طب عندما تكون القدرة القانونية على حماية الأشخاص وملكياتهم قوية، إذن ما قلناه صحيح عن أن الفساد يضعف النمو الاقتصادي. يعني لو إن حالة القانون والتشريعات والقضاء في مصر أو في أي دولة قوية بتحمي الملكية والملكية الفكرية والملكية الفردية والشخصية، إذن فرص الفساد هي ضعيفة، فبالتالي النمو الاقتصادي فرصه أفضل. طيب، ولكنها ليست الحقيقة بالنسبة للدول التي تعجز أو تفتقد لحكم القانون وتنفيذه، أو في الدول التي تختنق أو تخنق فيها البيروقراطية النمو الاقتصادي. إيه هي مشكلة مصر في الأساس؟ هو ليه في فساد؟ بعيدا عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي للموظفين في جهاز الدولة أو في غيره، ولكن في الحقيقة البيروقراطية هي العبء الأساسي الذي يشكل الخطر الحقيقي على النمو الاقتصادي. ففي بعض التقارير الدولية اللي بتقول بدون الفساد اللي في مصر اللي حصل في من منتصف التسعينات وحتى نهاية حكم مبارك، لم يكن هناك فرص للازدهار أو النمو الاقتصادي في مصر. يعني في الحقيقة الحل لمشاكل مصر الاقتصادية هو الفساد. طبعا أنا مش جاي أشجع الفساد النهاردة، ولكن أنا جاي أقول حاجة، هي في التنمية علمونا أن علاج المشاكل لا يأتي بالعوارض أو علاج العوارض، علاج المشاكل يأتي على مرحلة أو في مستوى الجذور. فإذا التعرض لمشكلة الفساد يجب لها من عدة طوابق، ولكن في الأساس هي مشكلة بيروقراطية، يعني لوائح، يعني قوانين، يعني القدرة على إنفاذ القوانين وحماية حقوق المستثمرين وغيرهم من مشتركين في هذه المصلحة. طيب، إحنا عندنا قوانين زي ما تفضل بعض الأخوة النهاردة، يعني عتيقة متضربة وبها ثغرات كثيرة. هذه الثغرات من شأنها إيجاد مساحات للفساد كبيرة جدا. عندنا على سبيل المثال وليس الحصر، يعني قانون التفليسة. قانون التفليسة في مصر هو إشكالية كبيرة جدا، وترجع بعض البنود فيه إلى عصر العثماني. يعني إحنا عندنا قوانين عمرها فوق 200 سنة ما زالت نافذة. طيب، ده كله يعني بيوصلنا لنقطة مهمة جدا، إيه القطاعات اللي ممكن نتدخل فيها ويكون لها أثر أكبر؟ هناك يعني لو قلنا إن يعني إن نقطة سريعة كده، إن الفساد بدونه في مصر لم يكن هناك تنوع في مصادر وأنشطة الاقتصاد المصري، فده كان أحد مزايا الفساد في مصر، إنه النظرة الكلاسيكية للدخل القومي لثلاث مصادر اللي هي سواء بقى قناة السويس والبترول والسياحة، إن التنوع اللي صدر بسبب النمو الاقتصادي اللي كان سببه الفساد ده كان حاجة ساعدت الاقتصاد المصري. بس المشكلة في إن هذا النمو جاء لحساب فئة هي لا تزيد عن 4% من تعداد السكان. يعني هذه المصلحة لم تتخطى ولم تصل إلى الفئات المختلفة في المجتمع. طيب، في أحسن تقدير يعني اللي هو 3-4% ده مما أدى إلى تزايد في الاضطراب السياسي الذي بدوره زعزع الوضع الاقتصادي ككل. يعني لما نيجي نتكلم على ماذا حدث في 25 يناير وعيش حرية عدالة اجتماعية، ده كان سببه بمنتهى البساطة إن الوضع الاقتصادي لم يكن مريح للفئات المختلفة. طيب، لما ايه اللي بيحصل لما بيحصل الاضطراب السياسي؟ الاضطراب السياسي من شأنه يؤدي الى خلل في الاداء الاقتصادي، فبتبقى دورة مفرغة. فاذا تحدثنا، يعني انا باثني على قصي النهاردة انه جاب سيرة العدالة الاجتماعية لان هي اصلا يعني في لب الموضوع. فاذا الفساد لما وصل لكافة المراحل في الاداء الاداري والاقتصادي والقانوني بمصر، اصبح الوضع يعني شبه دائرة مفرغة، مش هنطلع منه لأنه مستمر، ده بيصب في ده وده بيصب في ده. طيب، خلينا نتكلم عن تقرير هيئة موديز الدولية، وهي أحد الهيئات اللي مؤسستنا بتمثلها في الشرق الأوسط. اللي ما يعرفش موديز هي المؤسسة اللي بتصدر التصنيف الائتماني للدول، وهي
اصلا من يعني اصدر فكره التصنيف الائتماني اللي من خلالها مصر بتقدر تقترض او قدرتها على الاقتراض بتزيد او بتقل بهذا التصنيف. شركه او مؤسسه موديز وستاندرد اند بور وفيتش هما الثلاثه اللي خفضوا التصنيف الائتماني لمصر ستة مرات من 2011 وحتى الان. طبعا ده مش تقهقر او تراجع في الاداء، ده انهيار في الاداء. احد اهم المعطيات طبعا كان الاضطراب السياسي، ولكن من ضمن الحاجات اللي هي ركزت عليها في التقارير بتاعتها ان عوامل التراجع في التصنيف الائتماني لمصر هو الاداء، ضعف الاداء القانوني والاضطراب وعدم الاستقرار وضعف الاداء المالي والاداري للجهاز الحكومي. الكلام ده وصل لادنى مستوياته منذ عام 2000، يعني مصر رجعت في الحقيقة لغاية عام 2000 في المستوى الإداري والقانوني والاقتصادي. حوالي خفضنا 20 درجة، خسرنا في الثلاث مواضيع دول 20 درجة. طيب خلينا نشوف الأداء سريعا كده بتاع مصر. مصر يعني فيما يتعلق تقرير البنك الدولي سهولة الأعمال أو إنجاز الأعمال، تصنيفها الدولة 112 من 178 دولة. طبعا مش عايز احصركم اقول لكم ايه الدول اللي قبلينا، يعني دول زي رواندا وبروندي تصنيف احسن من مصر بكتير. طبعا حمايه حقوق المستثمرين واصحاب الاسهم او الاقليه في الاسهم من الشركات دي من نقط الضعف الخطيره جدا في مصر، تصنيفنا 135. يعني اصحاب مثلا الاسهم اللي هم يسموهم ماينوريتي شير هولدرز دول معرضين دايما بخطر في الحفاظ على حقوقهم في الملكيه في الشركات. طب القدرة على إنفاذ بنود العقود، ودي أهم من أهم النقاط، إن عقد بين شركتين أو بين الدولة أو شركة يتم إنجازه وتنفيذه كما ينبغي. مصر تصنيفها رقم 152. طيب لما نيجي نتكلم على قدرة على تسجيل شركة، النهاردة اللي بيسموها ستارت أب، أنا عايز أروح أنجز وأروح أفتح شركة. طبعا تراوح الفترة، طبعا مش هنتكلم على الولايات المتحدة اللي هي بتاخد 24 ساعة وكندا اللي هي تاخد ساعتين، بس هنتكلم ان مصر بتاخد من 6 اشهر لسنة في افضل التقديرات، وهي الدولة رقم 84. طيب تسجيل او بدء شركة او مشروع في مشاريع عزف 73. طب استخراج تصريح بناء، ودي برضو من اهم المناطق اللي فيها فساد كبير جدا في مصر، محليات والبلديات والجو بتاع التراخيص اللي كل يوم نسمع عن عمارة بتقف على شاطئ اسكندرية على كورنيش اسكندرية وحاجات اللي بتحصل دي كلها بتحصل لان في فساد في الجهات المعنية باصدار التراخيص بهذا الشكل. طب مصر تصنيفها كام؟ الدولة رقم 142. طيب عايزين نتكلم عن يعني الروشتة او الحلول. طبعا الحلول مستوياتها كتيرة، بس لازم نتكلم على أهم نقطة في الحلول الأساسية الجذرية. طبعا الإرادة السياسية لأي شكل من أشكال التغيير سواء في الاقتصاد في التعليم في البنية التحتية يجب أن يسبقوا إرادة سياسية، يعني عشان يبقى فيه تغيير لازم القائمين على الدولة لازم يكون عندهم هذه الرؤية، ولازم تكون عندهم تتوفر الإرادة. طبعا الإرادة غير كافية، تضافر ما بين المجتمع المدني زي الاي جي بي وقطاع الاعمال والدوله هو الحل الوحيد لهذا الامر. طيب ايه الروشتة؟ هي طويله ولكن مرتبطه بامرين مهمين جدا، الاصلاح الاداري طبعا اللوائح المنظمه للعمل واستزارات التراخيص وما الى ذلك، البيروقراطيه اللي بيسموها الريد تيب، والقوانين اللي هي زي قوانين الاستثمار قوانين الإنشاءات وما إلى ذلك. طيب لتكفيف منابع ومصادر الفساد، فأنا لما باجي بقول بسمح إن في قانون وعكسه في مواد المتعلقة بالتراخيص استصدار التراخيص، فإذا ده اللي بيفتح المساحة للتفسير والفساد. أنا همشيها لك بناء على البند رقم كذا في القانون كذا، أنا همشيها لك على بس أنت إيه كل سنة وحضرتك طيب. طيب أما عن الشركات، فالشركات العملاقة الدولية والتي على سبيل المثال تعمل في مجال الطاقة والتعدين دول من أكبر القطاعات في مصر. طيب
الشركات دي في تشين سبلايز تحتيها او شركات اللي بتقدم خدمات زي الدعم اللوجستي زي سواء الخدمات شركات الخدمات البتروليه. احنا بنتكلم على الافات يعني الشركه الواحده بتتعامل مع الافات من الشركات. اذا هذه الشركات اللي هي اصلا جزء من الميثاق الدولي لمحاربه الفساد هي في الاساس هي عايزه تحارب الفساد، ولكن لأنها في بعض الأحيان شريكة مع الدولة لأن هي عقود التعاقد مع الدولة في التعدين بيفرض نسبة 50% من هذه الشركات أو استخراجها أو حقوق الانتفاع، فإذا هي يعني محطوطة في محك إن هي مجبرة في بعض الأحيان. طيب بس لو هي في حد ذاتها طبقت المعايير للإي جي بي بتتكلم عنها، فإحنا بنتكلم على اللي بسموه ريبل إفكت أو الدوائر الكثيرة اللي هتؤثر فيها ألفات من الشركات. فإذا ده قطاع في حد ذاته ممكن، وغير قطاع زي الشحن مثلا، وفي زميلنا هيكلم عن الشحن، الدوائر اللي بتمسها من ما بين الاستثمارات المتوسطة والصغيرة كثيرة، فده قطاع مهم جدا أو شكل من أشكال التأثير. طيب هي ممكن تضغط على هذه الشركات المتوسطة والصغيرة بالالتزام بمعايير الشفافية، ويمكنها أيضا التجمع والضغط على الحكومة والدولة. طيب دور شركة زي شركتنا فينبي طبعا، أو لما سمعت عن المبادرة والأخوة في إي جي بي تقدموا لنا قالوا لنا ده اللي احنا عايزين نحققه، طبعا قلنا لهم أنتوا أبطال، يعني أنتوا داخلين النار برجليكو، لأن مجرد الحديث عن محاربة الفساد في دولة يعني الفساد ديانة لها ده في حد ذاته يعني بطولة. فإحنا طبعا تبنينا هذه الفكرة، وإحنا أصلا عندنا ذراع للمسؤولية المجتمعية الهدف منه خدمة الأنشطة اللي فيها الدعم النمو الاقتصادي للشباب، الدعم الاجتماعي والاقتصادي لمشاريع مهتمة بتطوير أحوال الشباب. فإحنا بنتقدم باستشارات بدون مقابل للشركات العاملة أو اللي مضت هذه الاتفاقية على الالتزام أو ميثاق النزاهة في تطوير أعمالها في تحسين الأداء فيما يتعلق بالشفافية. غير كده فينبي أصلا لها أثر وتواصل كبير جدا داخل جهاز الدولة، ودايما بنحاول نحن ندفع بسياسات أكثر شفافية مشاريع كبيرة. إحنا من ضمن المؤسسات اللي كانت وراء إنشاء اللي هي اللي بسموها Mortgage Finance Authority أو اللي هي هيئة التمويل العقاري وهيئة التمويل نفسها والانرجي والووتر ريجليتر الطاقة، الجهازين الرقابيين على الطاقة والمياه، احنا من ضمن المؤسسات اللي كانت وراء بناء هذه الافكار. فاحنا قدرتنا على الدخول داخل دوائر الدولة وانفاذ اصلاحات جذرية فيها قوي، فاحنا دايما بنتقدم بهذه الافكار. وشكرا لكم مرة اخرى.